وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من قراءات اهتم عدد من الروائيين الشباب في السنوات الأخيرة بما يسمى بالرواية التاريخية الرواية التاريخية التي اشتغل عليها أيضا الأدباء الأوائل الروائيون الأوائل في الجزائر ولكن الشيء الذي يميز الكتابة الروائية عند الشباب اليوم هو هذا الحفر الحقيقي في التاريخ من الروايات التي يقرأها الإنسان بكثير من الحب من المتعه ومن الفائده أيضا من الجانب التاريخي كتاب الديوان الإسبرطي الديوان الإسبرطي لصاحبه عبد الوهاب عيساوي الذي يحضر معنا اليوم لنتحدث عن كتابه استاذ عبد الوهاب اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك استاذ جلاب وشكرا على هذه الاستضافه الجميله عفوا عفوا نتشرف بلقاء امثالك من كتاب المجيدين صراحه اردت تعريفا لعبد الوهاب عيساوي هو روائي من الجلفه مولود عام 1985 بسيدي بحبح مهندس دوله الكترو تقني كانت علاقته بالروايه بدايه من روايه سينيما جاكوب عام 2012 والتي فاز بها بجائزه الاولى جائزه التعليم عاش رئيس الجمهوريه. عنده جبل الموت سيرا دي مورتي 2014 فاز بالجائزه الاولى ايضا لجائزه اسيا جبار في نسختها الاولى. عنده الدوائر والابواب 2017 جائزه سعاد الصباح ايضا الجائزه الاولى وعنده مجموعه قصصيه هي مجاز الصرو عام 2016 وعنده صفر الاعمال صفر الاعمال صفر أل... اعمال المنسيين صفر اعمال للمنسيين هي. سنه 2000 و 17 و17 وعندك اليوم هذه الروايه التي نتحدث عنها الديوان الاسبرطي الديوان هي روايه في التاريخ استاذ دواعي دخولك الى هذا الحق الحق للروايه التاريخيه لماذا اولا الكتابه التاريخيه او الكتابه عن التاريخ في الروايه ليست كما يعتقد الكثير هي اعاده صياغه القصص التاريخيه المحكيه او اعاده صياغه ما ورد في التاريخ يعني من حوادث او من قضايا يعني يعني قضايا عسكريه فقط او قضايا كذا لا الكتابه التاريخيه هي اعاده طرح الاسئله، اعاده تحليل الاسئله، اعاده النظر الى الحوادث من وجهه نظر حاليه، الاصل في الكتابه التاريخيه هو إعادة آه 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 لأنه في العادة لأنه أنه الأسئلة متجددة ومتكررة دائما مثلا في الجزائر الكثير من الأشياء موجودة في التاريخ بالنسبة لك حوادث ولكن الأسئلة بقيت نفسها أنا أشتغل على مستوى السؤال على مستوى الخطاب وليس على مستوى الحكاية الحكاية آه ما هي إلا رافد من أجل رافد يحمل الخطاب ويعيد قراءة الأسئلة الآنية أو الراهنة انت عندك مجموعه من روايات كلها نعم. تقريبا تتحدث عن التاريخ نعم ما الداعي اليوم لاختيار فتره معينة بذاتها مم. 1815 اي معركه واترلو نابليون الجيش الفرنسي والانجليزي والهزيمه الكبيره لنابليون ثم سرت مرحله وصلت بها الى ألفين الى 1833 34 يعني حتى قدوم اللجنه الافريقيه الى الجزائر وتقدير هذه اللجنه انه كانت اللجنه اصلا جاءت للجزائر بسبب هل يمكن ان تبقى الجزائر تابعه للمملكة للامبراطوريه الفرنسيه ام ان الجزائر ام ان الجيش سوف يخرج من الجزائر وفي الاخير يعني نحن نعرف هذا هذه الجزئيه والكثير يعرفها انه في 1834 قررت الامبراطوريه الفرنسيه ان تبقى الجزائر ان تصبح الجزائر من ممتلكات الفرنسيه في افريقيا القضيه ما هي القضيه أن هناك مجموعة مثل ما قلت سابقا مجموعة من الأسئلة طرحت حول الفترة العثمانية والعجيب أن هذه الأسئلة هي نفسها اليوم بعد لا ادري كم من بعد قرنين من الزمان، ما زالت إلى نفسها تتكرر، كل يوم اناقش مفهوم الامه، اناقش مفهوم مفهوم المجتمع في الجزائر، مفهوم الوطنيه، مفهوم ما هي الجزائر؟ هل هي تنتمي لهذا الفضاء المتوسطي ام هي تنتمي الى في هذا الفضاء الاسلامي؟ معي، هل هي تنتمي للشرق بمفهومه الحضاري ام تنتمي للفضاء المتوسطي؟ يعني هناك مجموعه من وجهات النظر الان اصبحت مطروحه. إذا السؤال لكي أعيد صياغة السؤال أو لكي أعيد النظر إلى هذا الخطاب إلى إلى أي زمن يمكن أن أعود؟ يجب أن أعود إلى الزمن الذي ظهرت فيه هذه الأسئلة. أعيد قراءة هذه الأسئلة مثلا على 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 طريقة ربما أعطيك مثال نجيب محفوظ كتب الرواية عن 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 الدولة البوليسية في في زمن مثلا عبد الناصر او زمن كذا بان يختار شخصيه شيوعيه مطارده من طرف الحكومه. الان روايه الكرنك على سبيل المثال بطل شيوعي تطارده يطارده الامن من مكان الى اخر وكذا وكذا وكذا. يعني اعالج الموضوع بشكل مباشر. البطل الذي هو في صدام مع النظام. طيب ياتي شخص اخر لا يريد ان يعالج الموضوع بشكل مباشر. يطرح سؤال انا لماذا اعالج الموضوع في راهنيته وهو في الراهن بشكل مباشر. انا ساقوم بعمل حفر في التاريخ ابحث عن اصول او جذور هذا هذه الدوله البوليسيه او هذه الدوله التي تتجسس على جميع الناس. اذا ماذا افعل؟ يرجع الى زمن المماليك يكتب لنا الزين بركات. ماذا يريد ان يقول الغيطاني؟ يريد ان يقول ان الدوله البوليسيه او ان هذه المشاكل الموجوده او هذه الانظمه التي الشموليه التي تتجسس حتى على تفاصيل الحياه ويومياتهم وكذا هي انتاج قديم هي موجوده منذ البدء ولكن يجب ان أنت تتحدث أن... أي يجب ان تعيد النظر الى الى الى, إلى... إلى... إلى تلك الفترة في كقراءه وكتحليل ولهذا قلت انا رجعت الى هذه الفتره من اجل مجموعه من الاسئله أنت تتحدث في الرواية أي. عن صدام حقيقي أي. ونحن سنتحدث عن الشخصية في بعد صدام أي. حقيقي أي. بين جزائريين وأجانب أي. عن أعمال منكرة قام بها الاستثمار الفرنسي في أي. الجزائر أي. أنت تسلط الضوء روائيا في شكل متعة أي. على حوادث تاريخية بعينها نعم. نعم. سؤالي الذي أردت الوصول إليه أي. أنت اعتمدت مجموعة نعم. مصادر نعم. تاريخية لإضاءتنا لتعريفنا بتلك الفترة من خلال عمل روائي هذه المصادر التي اعتمدتها اعتمدت مصادر جزائرية فرنسية كم هي نعم. مشقات تعب نعم. صعوبة البحث في التاريخ والحفر فيه بهذا العمق قرأت حوالي العديد من الكتب يعني عدد كبير جدا من الكتب كنت أضع قائمة كيف تكون هذه القائمة وكيف ترتب القائمة ترتب القائمة مثلا رحلات جزائرية دراسات ومذكرات كتبت عن الموضوع رحلات جزائرية يعني رحلات علمية رحلات دينية رحلات حج وكتب أخرى أيضا مثلا مذكرات ورحلات أجنبية وليست بالضرورة فرنسية لماذا لأنه أردت أيضا أن أقول وجهة نظر الآخر في تلك في ذلك في تلك الفترة وهذه لا يمكن ان اقولها انا يعني من عندي او استنبطها ولكن يجب ان تكون مراعاه بدقه مستخرجه من كتب رحله كتبها غربيون. هناك تباين في وجهات النظر بالمناسبه، مثلا الرحالين الالمان والانجليز ليست لهم دائما نفس وجهه النظر مثلا الفرنسيه. هناك بالنسبة للفرنسية نعم. يكون الخطاب الرسمي للسلطة الفرنسية لا ف... أتكلم قبل ربما هناك رحلات ربما قبل قضية الاحتلال ولأنه هناك يعني تاريخ طويل وتعرف أن المحاولات الفرنسية لاحتلال الجزائر ليست 1830 هي في 1640 أو كذا. هناك مصادر عديدة يعني لجأت لها في, في 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 الدراسة وأهمها ربما أهمها ربما بالنسبة للدراسات مثلا مؤلفة سعيدوني مؤلفات سعد الله مؤلفات العديد من الكتب لجأت اليه، حتى هناك بعض الخرائط التي المتخيله التي قام بها نصر الدين سعيد طبعتها في اوراق كبيره من اجل معرفه الشوارع لان الجزائر 1820 1830 ليست هي الجزائر اليوم. انا وجدت مثلا معلومات مثلا اخذتها من لوغروميزون هذا الذي كتبه الاستعمار الاباده تتحدث في روايتك <applause> عن حفاري القبور المالطيين الذين اخذوا نعم. اخذوا عظام الجزائريين لفرنسا لتوضع في سكر يعني مقززه مخيفه امر مقزز جدا مخيفة. هذا المقال انت اعتمدت هنا اعتمدت على الـ على كتاب ليجرون هذا الفرنسي لا انا اعتمدت على المقال بذاتها المقاله التي كتبت في عام 1833 المقال هو من المقال أي أي نعم المقال كتبها ايميريت أي ونشرت نشرت في المجله المغاربيه ترجمها عبد الجليل تميمي اذا لم اخطئ يتكلم عن هذا عن هذا الموضوع في زمنه في لو سيمافور دو مارساي في 1833 عن هذا الموضوع هناك باخره اسمها جوزيفين هذه الباخره حملت مجموعه من عظام الجزائريين من من, من من ميناء الجزائر الى ميناء مارسيليا وذلك من اجل طحن هذه العظام واضافتها الى السكر لتجعله اشد بياضا. المعلومه بهذا الشكل. يعني وحدثت نوع من الجلبة ونوع من الفوضى داخل مارسيليا وذهب المعتمد المدني لمدينة مارسيليا إلى الجزائر للتحقيق في الموضوع ولكن لم يحدث شيء م. لم تعد العظام و... انا يعني صراحة وانا اقرا كتابك انا اردت ان ابدا بهذه القصه ك... حتى تشد القارئ تشد القارئ لانه شيء مهم انا صراحة انا صدمت جدا عندما قرات هذه القصه م. يعني مهما يكون ولكن ليس لهذه الدرجه وانا اقرا روايتك وقفت على احداث تاريخيه م. عن شخصية تاريخيه صحيح انت كتبت بلسان المهمشين ممكن من لسان الناس البسطاء ولكن انت لديك اغراض سنتحدث عن الشخصيه فيما بعد لكن احس في بعض الاحيان وانا اقرا روايه مع هذه الاحداث التاريخيه المهمه احس انه نحتاج الى شيء من تهميش يعني من تهميش في اخر الصفحه نتحدث عن عتبات تضيء لنا هذه المرحله انت لا تكتب روايه اجتماعيه انت تكتب روايه تاريخيه بالتاكيد ولو انه لا اميل انا الى فكره التهميش في الروايه الروايه تقضي على انسياب النص انا نعم انا اعتقد انه المتن لا أريد أن أشغل القارئ بهامش القارئ لديه المتن يجب أن ينشغل بالمتن وأعتقد يعني كوجهة نظر وليس تنظير أو أي شيء كوجهة نظر شخصية الروائي ينجح حينما يذيب المفهوم أو المعنى داخل المتن ولا يحتاج إلى إلى, الى الى مثلا تهميش لست اعترض على التهميش هناك بعض المرات لا يمكن ان ينجح الروائي في اذابه المعنى او اذابه مفهوم الكلمه داخل المتن ولكن يعني يحاول التقليل يعني ليس كل صفحه او صفحتين توجد ثلاث تهميشات او اربعه يعني هذه ليس دراسه هذا نص روائي نص حكائي نص يريد ان يقول شيئا وليس نص دراسه او او كتاب تاريخ لو رجعت بك الى العنوان الديوان الاسبرطي نعم ثم اجد الصفحه الاولى حديثه المروحه الديوان الاسبرطي إسبرطة هي مدينه اخرى في, اليانو... في اليونان نعم. عندها ظروف اخرى وتاريخ اخر نعم. والديوان الجمع ما بين الديوان والاسبرطي والصوره التي على الغلاف اتكلم اولا عن العنوان الديوان الاسبرطي اتكلم عن اسبرطه هناك شخصيه داخل الروايه تقضي جزء من حياتها او جزء من من حوالي مجموعه من السنوات داخل المدينه هو سجن اولا في المدينه وهو الشخصيه الثانيه كافيار عندما يجي في المدينه ليس سجنا بقدر ما كان عبوديه يحرر اثناء حمله اللورد موت في 1916 اغسطس يقرر ان يبقى في المدينه يبقى في المدينه لماذا يبقى في المدينه؟ يريد ان يقرا المدينه بعين رجل اوروبي لانه قرر بينه وبين نفسه بكون خلفيته العسكرية أنه سيقرأ المدينة سيكتب عن تضاريسها سيكتب عن دروبها سيكتب عن جميع نقاط ضعفها من أجل أن يكون حلم هو أن يكون يعني مستقبلا هو مهندس هذه الحملة وفعلا قام بكتابة عن عن المور والمهم المغاربه الجزائريين والسكان الاصليين المغاربه كتب عن الاعراب كتب عن القبائل كتب عن شبه وجهات نظر عديده كتب عن الاتراك عن الكراغله عن وجهات نظر عديده كان ما كتبه هو ديوان لانه الديوان ما هو الديوان الديوان هو مجموعه من الكتابات سواء كانت قصص او روايات او شعر او مقطوعات سرديه او كذا الاسبارطي لماذا اسبرطا؟ لانه هو بحكم خلفيته الثقافيه الاوروبيه يعرف ان مدينه اسبرطا هي كانت مدينه تقوم على السلاح. وجهه نظره اقول الان انا وجهه نظره اسبرطا هي مدينه تقوم على السلاح. ايضا كان في وجهه نظره ان الجزائر مدينه تقوم على السلاح. إذ لا توجد تجاره قويه بالنسبه مثلا للسكان، لا توجد الهم الوحيد في وجهة نظره لهذه المدينة أنها تجيش, الـ تجيش, الـ تجيش الـ يعني تقوم بتجيش تجيش تقوم بصنع أسطول قوي تعترض السفن تقوم بالقرصنة كوجهة نظر يعني بالنسبة لوجهة نظر أوروبية وبالتالي هذه المدينة في وجهة نظر أن الجزائر لم تكن تختلف عن إسبرطة الديوان الإسبارطي. الديوان هو ما كتب عن هذه المدينة التي تشبه إسبرطة أنت بالنهاية كابيار الشخصية الثانية, الثانية لفرنسي أنت تبنيت عنو... العنوان منه حتى <أخذت> العنوان منه أيه. وليكن بالنسبه وانت تتحدث عن شخصيات انت قدتني الى شخصيات الشخصيات الفرنسيه لو بدانا بالشخصيه الفرنسيه كافيار آياء. كافيار هذا الرجل النابليوني صح التعبير سجن <آمريك> في الجزائر وقد انهزم مع نابليون ظل يحلم بدولة نابليون هذا الملك المظفر الذي كان يحقق آمال ناس معينين في السلطة والسيطرة على العالم نعم. من أحلامه أنه يسيطر على الجزائر ينتقم من العثمانيين وبالفعل دخل الجزائر كافيار مم هذا مم مم و... وأخذ ضيعة ال... بن ميار و... نعم. وأصبح فاعلا مؤثرا مؤثرا في هذا بالنسبة نعم. للشخصية فقط نعم. أريد الأصل الشخصية الأخرى هي لبون نعم. لبون نعم. الصحفي أي. نعم. ال... الصحفي الذي يتحرك ضميره نعم. آ... شخصيتان للفرنسيين هل تمثل فعلا المجتمع الفرنسي في ذلك الوقت؟ بالتأكيد بالتأكيد كان هناك صراع ما بين البقايا أو بقايا النابليونيين أو كذا وبين يعني جزء آخر. الآن نحن نتكلم في فرنسا وبين جزء آخر الذي هو عائلة البربون عائلة البربون كانت لديها خلفية دينية بحكم أن الملك شارل العاشر كان يعتقد أنه حفيد أحد احد القساوسه المشهورين او رجال الدين ولهذا كان يعطي يعطي الاولويه لرجال الاكريليوس الذين هم رجال الدين ديبون كانت لديه خلفيه كان متاثرا كان يحب شر العشر كان يعتقد انه هو من سيعيد المجد لهذه الامه بهذه الطريقه كان يكره نابليون لانه نابليون بالنسبه اليه جرى الويلات على فرنسا مثلا بينما كافيار كاسكافيار كافيار لا كافيار يكره رجال الدين يكره الاكريليوس يكره يكره شارل العاشر يكره يكره حتى ديبورمون الذي هو كان قائدا للحمله بحكم انه كان ايضا في صف شارل العاشر الان الشخصيتان الفرنسيتان هما على طرفي نقيض ايضا ولكن اجتمعا يعني كصديقين هما بالنسبه للافكار اجتمعا كصديقين من ناحية العلاقه الانسانيه اما بالنسبه للافكار ما كان كل شخص لديه وجهه نظر وكل شخص ولكن في الاخير انتصر انتصر مثل قلنا انتصرت وجهه نظر كافيار وهناك تفاصيل كثيره لا يعرفها الناس من بينها انه مثلا عندما دخل الجيش الفرنسي للجزائر لم يدخل بعلمه المعروف هذا وانما دخل بعلم ابيض وانه وقع صراع بعد حوالي شهرين ايه او شهرين او ثلاثه اشهر مم. واسقطت الحكومه في باريس و, و... يعني استبدل العلم وكان هذا العلم هو سبب ازمه كبيره مثلا التي تسببت في فصل مثلا ديبورمون اشياء كثيره وتفاصيل تؤثر على 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 على, أيه. على وانت مجر... صراحة تدقق صراحه تدقق في الأشياء على وت... التفاصيل لانه هناك من يقول انه هذه الحرب كانت ان هذه الحمله كانت شؤم على 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 باريس او على السلطه على شهر العاشر لانه لم يتجاوز بعدها شهرين او ثلاثه اشهر في سبتمبر اقيل اخرج نفي الى انجلترا خذني الى ثلاث شخصيات الاخرى أي. ابن ميار السلاوي نعم. ودوجه ابن ميار هذا السياسي ملامح أه ابن ميار هو شخصيه من المور أه شخصيه من عائله من عائله مرموقه اصلا اسمه يدل على ذلك عندما نقول الميارين من هم الميارون؟ الميارون هم تجار القمح سوق الميارين كان موجود في الجزائر تجار القمح بالتاكيد سيكون تاجر القمح لديه علاقات مع السلطه مع العثمانيين انذاك لانها كانت كان العثمانيون يحتكرون مثلا القمح بالنسبه للجزائريين اذا إذا كان شخص لديه علاقة إذا هو متنفذ داخل البلاط العثماني. شخصية أخرى السلاوي هذا هذا ابن ميار نعم السلاوي هو شخصية جزائرية من حارب تؤمن من بالثورة يعني وتؤمن. شخصية ثورية ربال أنه يعني الجزائر الجزائر للجزائريين وليست للأتراك وليست للفرنسيين وليست لأي شيء شيء شخص آخر هو شخصية ثورية جزائرية نعم. بالنسبة للدوجة شخصية شخصية الدوجة هي شخصية تقريبا ليست فاعلة وإنما هي تتأثر بالتفاعلات التي التي من حولها تقيم في بيت ابن ميار ثم تقيم في بيت هي كانت موجودة في في بيت في بيت القنصل السويدي الذي استضاف كافيار يتسبب كافيار في مشاكلها في جزء كبير من مشاكلها على المستوى الشخصي على المستوى الإنساني وليس على المستوى مثلا تغيير في ملامح المدينة أو الاشتغال على تغيير بعض المفاهيم الحضارية داخل المدينة لا هو على هو هو يعني قام بالإضرار بها على المستوى الشخصي مثلا تسبب في موت والدها كذا حتى المحروسة كانت هي تعتقد أن هذه المدينة التي كان يحدثها والدها عنها المحروسة حيث كل الأحلام موجودة وكل الأحلام ستحقق تدخل المحروسة تكتشف أن هناك شيء آخر أن هذه المدينة ليست كما كانت تعتقد أو ليست, أو ليست مثل ما كان يحدثها والدها المحروسة هي شيء آخر هي, هي مجموعة من الناس أو الكثير من الناس الذين يظهرون عكس ما يبطنون لديها أيضا خطاب أنثوي خطاب نسوي خطاب أنا أردت أن يكون لها حضور على مستوى الخطاب ولو كان هذا الخطاب هامشي لأنه الهامش في حد ذاته خطاب والصوت الأنثوي خطاب ولهذا أنا يعني حريص أنه على أنه دوجة في داخل النص لا تكون شخصيتها ذات بعد تاريخي بقدر ما تكون شخصيتها ذات بعد انساني شخصيه مهزومه في مدينه مهزومه وترى ان الشخصيات مثلت بالنسبه لك الجزائريين في تلك الفتره أه نعم انا قرات حول السياسي الموضوع. والصائر وممكن الشعب المغلوب مع له مع هذا ومع لذاك والصوت الانثوي كما كنت تتحدث شوف المطلع على التاريخ يمكن ان يستخلص ان هناك اربعه اوجه نظر وجهات نظر وجهه نظر فرنسيه تريد ان تدخل فرنسي يريد ان يدخل المدينه من اجل شيء واضح مساحات واسعه وبلد يملك ثروات عديده نقطه شخص اخر لديه خلفيه دينيه يريد ان يدخل هذه البلاد ليعيد الى احلام رومانيه احلام الكريز. رومانيه الكنيسه مجدها اه و... تعيد الكنيسه مجدها والإكريلوس واشياء كثيره ايه. هذا شخصيه اخرى. شخصيه ثالثه لديه شخصيه غير مفهومه احيانا لانه يبدو للكثير من الناس انه شخص لديه طموحات سياسيه وطموحات ماديه. وربما ايضا يبدو لاناس اخرين انه لديه وجهه نظر سياسيه يقول انه الامر الاستعمار مثلا او امر وجود العثمانيين هو امر واقع مم. يجب ان نتكيف معه ان نحاول ان نعيشه وجهه هذا ابن ميار وجهه ثالثه هو الشخصيه الاكثر راديكاليه م. اللي هو شخصيه مثلا حبس السلاوي انه شخصيه شاب عنيف لا يراعي لا فائر على العثمانيين وصائر على الفرنسيين نعم هو لماذا هو لم يقبل وجود لا العثمانيين الفرنسيين ولا الجزائريين بالمناسبه, بالمناسبة ما اعتمدته من كتب وما قدمته حتى على العثمانيين هو فيه ادانه حقيقيه لوجود العثماني في الجزائر والممارسات السيئه التي كانت في الجزائر بالتاكيد انا لم اقل شيء من عندي اتفقنا نعم علام. نعم عبد الوهاب لم يقل شيء من عندي قال على لسان شخصيات متخيله ما هو موجود في كتب التاريخ صحيح تقريبا يعني مف... من اجل اعاده قراءه ما, ما حدث في ق... ذلك الزمن يعني هو صحيح بالنهايه كما يقول محمد مفلاح والله. كما يقول وسيني الاعرج هو الروائي يملا الفراغات التي تركها المؤرخ بالتاكيد هناك مقوله جميله احبها يقول التاريخ يكتبه المنتصرون والروايه تكتب عن المهزومين نعم م. الروايه هي تاريخ المهزومين يقولها فيصل دراج الروايه تضيء الروايه هي تاريخ التفاصيل الاجتماعيه النفسيه ما يخلفه او ما يتركه او ما لا يضيئه التاريخ تكتبه الروايه وتتكلم عنه روايتك عبد الوهاب وانا في اخر لم يبقى لي كثير وقت الديوان الاسبرطي نعم. اقرا من خلاله فيلما <applause> أرى أنه فيلم بامتياز يعني صراحة أنت قدمت مشاهد حقيقية لمعارك قدمت شخصيات منتمية فعلاً قدمت أحداث تاريخية ينقصها قلت التوثيق ولكن نحن نتحدث عن رواية لو كانت معبأ بها ومش لا ذاق صدر, لا كتاب تاريخ يعني ذاق صدر القارئ أنت قدمت رواية نقرأها نقرأ فيها الفن ونستفيد من تاريخ رواية رواية ممتازة صراحة كتابة محترفة هي في 400 صفحة كانت 600 صفحة نعم كانت فيها حوالي 600 أكثر من 600 حوالي 610 صفحات ثم قمت بعملية إزالة الزوائد الموجودة داخل نص الرواية وفيه زوائد صحيحة تأكيد ألم بتأكيد يفرض عليك الناشر مثلا قال لا مستحيل لأني عندما أرسلتها للناشر كانت يعني في حجمها الـ هذا مم. في هذا في الحجم الموجود حاليا او الذي بين يديك مم. انا احاول انا يعني كتبت العديد من الروايات وصراحة لست راضي عن عن أي رواية منها، بما فيها هذا الرواية الأخيرة، يقول الكثير أنه رواية جيدة، رواية ممتازة أو صحيح كدا. صحيح أنا رأيي أنا شهادة لك، العديد من الأصدقاء حتى النقاط قالوا أنه فيها اشتغال كبير يعني وفيها احترام وفيها كذا، لكن صراحة أه ما دمت اطارد النص الحلم لا يمكن ان ارضى عن نص كتبته حاليا، الامر صعب بالنسبه لي يعني، <applause> ومارس نقدا ذاتيا وكنترولا عاليا جدا على مستوى على مستوى النصوص، النص حينما انتهي منه اقدمه مثلا لحوالي عندي اصدقاء يعني مختصين على الجانب اللغوي وكذا حوالي 10 اشخاص. أريد أن دائما حتى أنه أصبحت في نظر بعض الأصدقاء مصاب بنوع من الوسوسة لأني أقدم نصي للوسوسة جميلة هذه الوسوسة يعني الوسوسة جميلة. في الاهتمام أه. بكل التفاصيل الموجودة داخل النص أنا أقول في الأخير إن خارج النص الأقل يخرج يعني وإن لم يكن في النص اشتها نص يعني إبهار أو كذا الأقل النص حينما يكون بين أيدي القارئ يكون محترم نصاً, صحيح و... محترماً نصا محترما يكون نصا محترما ليس يعني مكتظا بالاخطاء اللغويه والاخطاء النحويه وهذه التفاصيل التي ليست فيه يعني جمل ركاكه ليست فيه اضطرابات اضطرابات منطقيه او اضطرابات منطقيه تعرف الاضطرابات المنطقيه انه يقول شيء الشخصية ثم تقول شيء اخر منافي له او مثلا يفعل شيء له توجه في الخطاب ب... ثم يقول شيء منافي للخطاب الذي قاله مم. يعني مم. في المرة الأولى أنا وأنا قرأ الرواية أحس وكأنه مشروع دكتورة مشروع الدكتورة الذي يحتاج إلى قصاصات وأوراق نعم. خارجية والجمع والمقارنة نعم. وصراحة عمل نعم. عمل ممتاز أردت نعم. في الأخير ونحن في نهاية اللقاء نسألك أسئلة سريعة نعم. لمن يقرأ عبد الوهاب عيسوي لمن يحب أن أقرأ هناك لما تحب تغير سؤال لما تحب ان تقرأ؟ احب ان اقرأ مثلا في الجانب التراثي احب مثلا الجاحظ وابي حيان التوحيدي ونثر ابي العلاء المعري هذا بالنسبه للكتابات الرسميه احب السير السير الشعبيه وانا مقبل على مشروع لقراءه جميع السير الشعبيه رغم رغم يعني كثرتها بالنسبه للكتاب العرب احب نجيب محفوظ اعتبره شخص لا يكرر في تاريخ الرواية العربية صحيح أحب عبد الرحمن منيف في كتابته التاريخية أنت متأثر به في الجنة أحب عبد الرحمن منيف في كتابته التاريخية وفي وفائه النضالي لوجهة نظره ولحياته أحب جبرا إبراهيم جبرة في انفتاحه على العوالم المختلفة والأدب الأجنبية أحب في الأدب الجزائريين أحب طهر وطار وخاصة البناء بناء نص ونص الزلزال أحب الشكل يعني شكل تلك الرواية عبد الحميد بن هدوقة أحب نصه الجازي والدراويش أعتبره نصا ملهما نص أحب, احب بالنسبه بالنسبه للاجانب لا, لا نرجع ننتهي مثلا بالادب الجزائري استاذ استاذ الصديق وسيني العرج انا بدايات تربيت على كتابات وسيني العرج وما اعرف تفاصيل كثيره في كثير مم. من نصوصه سيده المقام ونوار اللوز و و... أصابع لوليتا أو... أصابع لوليتا، لا أنا أتكلم عن النصوص الأولى التي يعني كانت مدخلا لنا للأدب الجزائري. مم. بالنسبة للأجانب يستهويني أكثر الأدب تستهويني أكثر الأدب الألمانية، أحب توماس مان مثلا جبل السحري أو دكتور فاوستوس، أحب هارش بول، عنده روايات جميلة، أحب هيرمان هيس، هو أكثر كاتب محبوب عند العرب بحكم روايته التي فيها فضاء صوفي و حميمي فكري آه انا نعم. انا ساوقفك هنا عفوا على لان وقتي أفضل. ضيق آه عبد الوهاب عيساوي شكرا لك على هذه الروايه الممتازه نعم. هذا, هذا, هذا رايي واعتقد نعم. ان كثيرين يشاركوننا هذا الوسم وانت جئتنا من مدينه الجلفه التي تقيم فيها اليوم انت معنا لتقدم كتابك الكتاب <applause> لم يصدر منذ صدر منذ ق... ايام قليل فقط صدر منذ حوالي يعني يعني بمناسبه المعرض معرض. يعني الامر جديد و... شكرا لك شكرا لك على القدوم وشكرا على الفائده من خلال هذا الحوار الذي قدمت لنا اشياء كثيره بالنسبه اضاءات بالنسبه لروايتك شكرا لك شكرا لك انا في الاخير لدي كتب اقدمها بسرعه عندي الإيادة الصغرى هي مجموعه شعريه جمال الدين الواحدي هذا شاب يكتب شعر جيد عندي أيضا نص مشترك ليونس تهوش وتوفيق ومان في سيرا عندي القريحة السليمة في شرح الدرة اليتيمة للأستاذ محمد علي من خلال ألفا وعندي أخيرا الشرق المتخيل الغرب وصناعة المخيال ليونس سلام دار الفكر العربي شكرا لعبدوها مره ثانيه وشكرا لكم على المتابعه نلتقي بعد اسبوع ان شاء الله الى اللقاء